انا بصراحه نظرتي او ان التصور اللي يقولون عنه، يعني انا ما انا متضايق الا الجيل الحالي، متضايق على الشارع الرياضي اللي قاعد يتالم، انشق نصفين، النصف مع طرف الف والنصف مع طرف باء. فخلنا نتكلم بالواقع اكثر يا جماعه. اليوم بدايه المشكله ترى مو بدايه مثل ما تفضل اخوي ابو فهد ان الموسم ولا موسمين او سنه وسنتين وثلاثه اللي طافوا. احنا ما نبي بداية المشكلة كثر ما نتكلم عن يعني الحل. رؤيتك لحلول الحلول خلينا نتكلم. انا اليوم يعني ابو فهد قال لك والله من المفترض ان الكل يجلس على طاولة واحدة ويكون هناك تضافر جهود تضحية. اليوم انا واحد من الناس صراحة شاكر لكل شخص، طبعا سألته من الناس المخضرمين واللي معاصرين من ايام السبعينات، في نسبة منهم طبعا سالتهم واخذت منهم شغلات، غير اللي هم الغوانين زين ناهيك عن القانون اليوم اللي 78 والقانون اللي حصل بعده في اعتقد بالثمانينات تعدل او صار فيه تعديل بسيط جدا. نعم. ومن ثم دخلنا بال2005 2007 2012 رجعنا انه يكون الحل. وجهة نظري الإجراء تعديل على القانون 26، تأجيل الانتخابات لمدة سنة للأندية والاتحادات، مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية بإجراء تعديلات على القانون 26 على 2012 لرفع الإيقاف النشاط الرياضي، وتعهد من الحكومة بإجراء التعديلات وأصدار قانون جديد للرياضة واعتماده من الأندية والاتحادات. وراح تنتهي المشكلة صدق. في لجنة راح تحضر حسب اللجنة هذه تفضل منازعات. نعم موجودة اللجنة هذه، لو كلنا شفنا وعرفنا اسماء اللجنة فيها طرف من النزاع. اليوم انت قاضي، انا اتكلم عن لجنة تفضل المنازعات، ما اتكلم عن اللجنة اللي راح تبعثها اللجنة الأولمبية الدولية. نعم. لجنة تفضل المنازعات اللي راح تيجي من الفيفا، اللي حسب ما وصلنا رئيسها راح يكون الشيخ سلمان بن ابراهيم. ما نتكلم عن اللجنة الأخرى اللي فيها الشيخ أحمد الفهد وأخونا الكابتن فيصل دخيل ومسلم. لا لا، هذه لجنة أولمبية دولية. زين. أتكلم عن لجنة الفيفا إذا بنتكلم فقط عن كرة القدم. زين. هل تبي تتكلم اليوم عن كرة القدم؟ أنا أتوقع وأتمنى من الشيخ سلمان إنه يكون عنده حلول لمصلحة الكرة الكويتية ولمصلحة بصراحة الكرة الخليجية عامة وليس بس الكويت. وإن شاء الله أنا متفائل أن في أقرب وقت إن شاء الله راح يكون في حل.